يعني بعتقد اخبار السوشيال ميديا بهاليومين وهذا الاسبوع يمكن ككل كانوا دائما طالعين وكانوا مبينين على شو مركزين. اكيد نانسي معنا بفقره تاج ان كرمال تعملنا جوله وتخبرنا عن كل هول المستجدات. مش بس مو مجبوره عن جديد، مش هاليومين وهالجمعه الشهر كله رح يكون كله هيك مونديال. وحلوه هيدي الفرحه، يعني واحد على طول بالمونديال بحس تعمل هيك كات لكل شيء عندك بس تنطر المونديال، سواء كنت بتعرف الفوتبول او ما بتعرف، بس انه انت مشارك بهذا الحدث العالمي. بتحسي حدث عالمي 100% جامع كل البلدان. ما بقى عم نحكي عن سياسات، عم نحكي عن اختلافات، عم نحكي عن المونديال، مين ربيح ومين الماتش اللي جاي. وعلى سيرة هيدا بشكل سريع، انا مش ما عندي جروب اخبار، فبعتوا انه بنعتذر عن تقليل الاخبار السياسيه، رح يكون هيدا الشهر كله اخبار رياضيه لانه حدث عالمي. ايه اكيد غير نحن شويه جو، عايزين نريح اعصابنا ونتسلى. هلا اللي كثير مهتم بالفوتبول وبضل قاعد على اعصابه ما كثير بيريح. هلا انا بعرف اللي صار امبارح انت كنت على اعصابي. نانسي مع الارجنتين. انا مع الارجنتين وبعتقد انت من المشجعين يعني. يعني ما كثير بعرف بالفوتبول بس انه بحب اعيش هيدي اللحظه وشارك. بعتقد في اخبار عن هيدا الموضوع كمان. في اخبار خبرنا الاول عن طبعا عفوا الفوز الكاسح امبارح للسعوديه اللي اعتبروه على الارجنتين 2-1 اللي اعتبروه يمكن خلص الفينال، يعني كان بهيدا الاطار اعتبروا انه هيدا ماتش تاريخي ما رح يتكرر منه لانه الفريق السعودي لعب بشكل كثير محترف وعلى جهوزيه كثير عالي، وبين قد ايه في ضعف عند الفريق. جولر كان كثير قوي على فكره بالفعل. وطلعت هون كتير نكت يعني بهيدا الإطار على حارس المرمى قد كان شرس بالتعاطي وعم بحافظ على الشباك. طبعا أكيد فوز مستحق بيستاهله، أوقات يعني لو كان فريقك خسران ولكن اللعب الحلو بيفرض حاله وما فيك ما تعترف لو كان خصمك أنه هيدا لعبه بشكل رائع واحترافية ويمكن يغير معادلات كتير بالتأهل يعني. ومزبوط، يعني كتير أشخاص بيستخفوا بالفوتبول بالأندية العربية. صحيح. ويمكن بيقولوا أنه في أندية تانية يمكن أرجنتين بالتحديد لأنه في اللاعب ميسي يعني. نعم. فكتير عالم قالوا لا وما رح يبينوا، لكن برهنوا العكس، كان لعب كتير حلو، كان ماتش كتير حلو كتير حلو وإن شاء الله يضلوا مقلعين هيك. والنقاد الصحافي اعتبروا أنه هيدا من أكبر الصدمات بتاريخ كأس العالم ورفقوها مع صورة لميسي. هو خايب أمله هو لأنه وجهه لميسي بيخبر يعني لو ما كان الأرجنتين عم بيلعب مع السعودية أكيد كان الإمباكت مختلف كليا، ولكن لأنه تحديدا ميسي والأرجنتين ومراهنات كتير كبيرة على ميسي لأنه كمان آخر مونديال بشارك فيه، فخلينا نشوف الأيام المقبلة شو مخبيت لنا. بخبرنا الثاني طبعا رح ندلنا ضمن اجواء المونديال والافتتاح، بدنا نرجع شوي للافتتاح بقطر اللي صار الاحد لانه مساء بتطلعنا تاج ان، كان شيء اكثر من رائع، كانت هيك التحديات كثير كبيره قدام قطر ولكن كانت قد المسؤوليه، وطبعا الحديث الشاغل على السوشيال ميديا وعلى الميديا التقليديه، وطبعا الزميل محمد كركي بان بلاي طبعا بالسيجمنت حكى عن الافتتاح، ولكن ما في ممرق هيدي الصوره للشاب القطري من ذوي الاحتياجات الخاصة غانم المفتاح، وأيضا مع الممثل العالمي مورغان فريمان اللي طلعوا بمشهدية رائعة جسدت اللقاء والحوار بين الشرق والغرب. بالفعل كان كتير إيموشنال، كان كتير معبر الافتتاحية يعني بهالطريقة اللي أخذتها قطر، أيضا كانت مغايرة عن كل افتتاحيات كأس العالم اللي مرقوا على مر السنين. يعني صراحة قطر بيضت الوجه، صار لها 12 سنة يمكن عم تشتغل على هذا الموضوع، على إن كان البناء إن كان التحضير، وما قصرت يعني، كان الافتتاح ضخم بشكل رائع وكمان عطيت صورة كتير حلوة عن البلاد العربية، عن الحضارة العربية. صحيح. إن كان هندسيا إن كان تنظيميا، وكمان شفنا يعني كل الأشخاص اللي كانوا موجودين قد ايه مبسوطين، يعني بطلنا عارفين انه احنا بلد عربي او لا، شفنا كل العالم مندمجة، وكمان شفنا يعني الاداء تبع اللي كانوا الاشخاص اللي كانوا عم بيقوموا باداء ان كان فنيا او حتى رقص، كانوا كمان شابوبا، وكان في كتير راقصين لبنانيه كمان عم بيكونوا موجودين، فهذا كمان شيء كتير حلو طبعا للبنان. والوجود اللبناني كتير كبير بقطر، بنعرف سواء انتشارهم بالوسائل الاعلاميه اللي مغطي هذا الحدث او اللي حي الله حدا بيشتغل باي دومين بقطر. بالفعل قطر عملت افزه، يعني كلهم قالوا انه قطر ما قبل المونديال مش مثل قطر ما بعد المونديال، ويسجل لهم وصحتين على قلبهم ومبروك عليهم، بتنبسط وقت ما تشوف أكيد. نجاح بغض النظر عن ان كان دوله عربيه او دوله اجنبيه، مجرد ما حدا نجح بايفنت هالقد بده
تعب وهالقد بده تميز وكنت أدى لحاله إنجاز. وكمان بنذكر أنه بالافتتاح كان في استقبال لهم بجيفتس حطون لكل متفرج على الكراسي اللي موجودين بالملعب وقت كانوا عم يلعبوا الإكوادور ضد قطر، وبقلبه كتير قصص هي متعلقة ريليتد للتاريخ العربي وهيدا. فكان بالفعل كان شابو يعني المنظمين هيك فكروا بأداء التفاصيل. لننقل كمان قبل المونديال بشوي نزل إعلان لوي فيتون اللي جمع يعني الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي للإعلان عن حقيبة اللي هي عادة بتصممها أصلا الفي لهيدا الإيفان. طبعا هيدي الصورة يعني فيك تتخيل جوزيف قد ايه راحت معجبين من هالمال ومن هالمال فايرل بشكل كثير كبير للجمهورين، يعني مثل ما بيقولوا اللي هن عاده بيتخانقوا، وسميت باللقطه التاريخيه. هي لقطه تاريخيه لانه بالرياضه يعني تيجتمعوا اسطورتين هيك، والوانها كمان والطريقه اللي هن طالعين فيها كثير حلوه. ما حدا مركز على الشنطه ما حدا مركز على الشنطه بالفعل اخذت السكسي كلها كريستيانو وليونيل ميسي. وفي كثير عالم على السوشيال ميديا استرجعوا الاعلان عن حقيبه كأس العالم بال 2010 اللي جمعت بوقتها زين الدين زيدان وديغو مارادونا. اكيد يعني في شيء مشترك بين الصورتين اذا ملاحظ الطاولة التشيس. لا اهم بكثير ارجنتين ميسي اوكي الارجنتين كل شيء خصو ارجنتين بتلاقوا عن نانسي بس نانسي يعني عن جد الصوره اوقات بتحمل رمزيه اكثر من الدعاية بحد ذاتها. يعني نحن تنشوف اسطورتين حتى مارادونا كمان وزين زيدان كانوا بوقتها هن كمان التوب. فكان يعني لوي فيتون عم بيعمل شيء احداث تاريخيه مش بالموضه بالدعايه اكثر، وهذا التاثير الدعايه. ولندلنا باخبار كريستيانو رونالدو، طبعا احتفل المشجعين والفانز تبعوله ب وصل على الانستغرام لنص مليار متابع وهو اكبر عدد ممكن خفيفة. شخص ممكن بدنا شوي منلحقه اكبر شخص اكثر شخص جاب هالقد فولورز على الانستغرام. فطبعا عملوا له طنه ورنه كثير كبيره بهيدا الاطار. ايضا كمان اخبار المونديال هيك بشكل سريع، احتلت مريم فارس الترند اللبناني والعربي، وانت بتعرف قد ايه وانا وياك عم نبعث الاخبار لبعض قد ايه ويكبوها بحمله منظمه وما خلوا فيها، وهي بالمقابل طلعت باعلان سواء في رقص اختاروها لانه هي عندها كل المقومات شكلا والسكيلز تبع الرقص تبعولها وبتقدر تكون بهيدي المهمه. وبالنهايه ما هي اختارت اللوحه اللي بدها ترقص فيها، عم نحكي نحن عن مخرجين ارت دايركتور يعني هن قايلين شو بدها تعمل، بس قامت الدنيا وما قعدت بلبنان على طول في عنا هيدا، يا ريت بنوقف ومنساند بعض بكل القصص. خلينا نشوف فيديو سوا ونرجع نتابع. نانسي انا الغنيه معلقه براسي صراحه، يعني كل ما هيك اشرد شوي بصير تك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 
مالوما ونيكي ميناج وميريام فارس، كمان عملوا غنية يعني تاريخية، وبنعرف أغاني المونديال قد إيه بيأثروا. ويمكن كثير انتقدت ميريام فارس بالتحديد إنه عم بتشبه حالها بشاكيرا، وهذا الشيء كمان غلط بعتقد لما تكون هالقد صغير المقارنة. يعني نحن عم نحكي اثنيناتهم عملوا أغاني للمونديال، اثنيناتهم نفس ستيل الشعر نفس ستيل الجسم، وكمان اثنيناتهم عم بيكونوا من جذور عربية وعم بيرقصوا الرقص الشرقي، فما فينا نكون عم نشبه هالقد. يعني صحيح. أكيد المقارنة رح تكون قريبة، بس مش شاكيرا اللي اخترعت الرقص الشرقي بالنهاية بالضبط، ومش شاكيرا نقت بأي صورة بدها تطلع، مثل ما ميريام ما نقت بأي صورة بتطلع. يعني هذا إكيب عمل بده يظهر بصورة معينة، يعني مشان هيك شفنا ميريام بهيدا الإطار لأنه بدهم إياها نشوفها بهالإطار، ونجحت واللي بقلا كتير وكتير حلوة الغنية كمان، والكادر اللي مصورة فيه وحتى البرفورمنس اللي عملوه كان كتير حلو. وهون نرجع منقول كمان الراقصين كانوا لبنانيين، وهذا الشيء كمان بيكبر القلب وهيك بيخلينا ننبسط. يعني ميريام مش بس عم تحمل اسم لبنان، عم بتجرب كمان تكون الكرو تبعها كمان لبناني، وهذا الشيء كمان كتير حلو اكيد، وقد بيساعد يعني كثير عائلات بقلب لبنان. لنبعد شوي عن اجواء المونديال، خبر هيك شوي ثقيل منه مهضوم، لفيديو انتشر كثير كبير من شاب من الجزائر تعرض لمثل مسحه من اصحابه، مسحه كثير ثقيله، وكبوا عليه مية نار. تخيل يعني هن اخذوها باطار انه مسحه، كبوا عليه مية نار والشاب فقد بصره. خلينا نشوفه سوا. Thank you.
هيدا تعذيب عن سابق إصرار وتصميم يعني. لازم يكون يعني هيدا الفيديو أو هيدا الحالة كمان مثال لكتير أشخاص يعني كرمال نعرف نكون واعيين كمان awareness دايما بنقول awareness في كتير مزح ما بيقطع في كتير تحديات عم نشوفها على الانترنت ما بتنعمل صحيح. فخلينا نكون كمان شوي واعيين لأنه لحظة أو غلطة واحدة أحوى خسر الزلمة بصره حياته وتغيرت كل حياته وأكيد يعني هو ما كان عامل حساب وهني رفقاته اللي كانوا عم يمزحوا معه ما كانوا عاملين حساب يوصلوا هون فما نكون عم نزيدها يعني في حدود عن جد خلينا نلتزم بالحدود مش بس كرمال العالم كرمالنا نحن كرمال ما نوقع بهيك مشاكل شوف هيدي الخبرية كمان من وراء السوشيال ميديا لخبرنا من اليابان لأم يابانية جبرت وسمحت لبنتها اللي عمرها 9 سنين تعمل عملية شد شفون لتصير أحلى ليه؟ لأنه هلأ عملية شد الشفون هي ترندي ضمن عمليات التجميل لأنه خلصنا كل شيء بيتعلق بالجسم هلأ الصب على الجفن بالفعل يعطي هيدا الليفتينج 9 سنين وهي صرحت أنه هي لتطلع أحلى على السوشيال ميديا والتيك توك اللي عم تطلع عليه 9 سنين وهي كمان بدها تشجع تعمل منخارة وأي بارت بجسمها بيعوز عملية تجميل بيخدم السوشيال ميديا خلينا نشوف سوا الصورة عم نشوفها نحن والمشاهدين يعني في كمان هيدا الحدود بنرجع بنحكي عنه الأهل بدهم يكونوا داعمين لأولادهم بيكونوا داعمين ولكن في كمان الأهل بدهم يكونوا هن الأوعى من أولادهم ويوعون على هيك أشياء يعني بنفهم بنت عمرها 9 سنين بدي روح على البارك بدي أعمل هالشغل بدي أجيب تليفون هذا الماكسيموم يمكن حط ميك اب للأسف ستيريوتيب عم بيتعمم شيء مخيف بالفعل وغير يعني. هيك بنعرف ننسى عمليات التجميل بالتحديد للأشخاص اللي تحت ال20 ما رحوا 18 بغيروا كتير لبعدين لأنه الوجه بعده عم بيتغير الشكل بعده عم بيتغير فما بعرف لتسع سنين شو بدها تشد بشفونه يعني شو عندها لا تتشد. بالفعل هيدا الخبر كتير استفزني على السوشيال ميديا لأنه شفته بكذا على كذا بيج وكذا موقع ومشان هيك حبيت الشركة المشاهدين لازم الأهل يكونوا في يكون عنا وعي كتير كيف يعني أكيد هلأ هيدي حالة لا تعمم يعني طبيعي بس قدي عم بيكون في امباكت تبع السوشيال ميديا بالإطار السلبي بالختام بدي اختم هيك مع فيديو كتير مهضوم راح فايرل لجينيفر لوبيز وبن أفليك هيدا الكوبل اللي كتير مهضوم خلينا نشوفه سوا اذا حضر فيديو بسيط وعفوي وكتير هيك سوفت وما في اي شيء يعني ينذكر فيه ولكن ما في خبرك قد ايه راح فايرل على البيجز يمكن لانه جيلو وجينيفر جينيفر لوبيز وبن افليك وطبعا راح على الصفحات الخاصه كل شخص حس حاله هيك كتير حساس وعاطفي وهيك نزل هيدا البوست مع قلوبه هيك فعيشوا اللحظه هن الشخصين لانه هن كمان هول الشخصين عندهم تاثير كبير وكانوا مع بعض انفصلوا 10 سنين ورجعوا مش العكس يعني مش ضلوا مع بعض 10 سنين رجعوا انفصلوا وبعتقد اثنيناتهم بنحس قد ايه عن جد عفويه مع بعض يعني ما عم بيمثلوا حتى بالفيديوهات اللي بحطوهم على السوشيال ميديا بتلاقي عن جد في هيك بساطه بيناتهم ككابل وقد ايه لاقيين لبعض انا كثير بحب شوفهم سوا يعني نختم هيك هيدي هيك اخر فيديو رومانسي كوزي شوي بدفي ومع جينيفر اف مع جينيفر لوبيز وبن افليك جمعناهم مع بعض هني واحد اصلا صاروا ميرسي كثير لك نانسي واكيد يعني رح نكون دائما باخبار ومستجدات بتاج ان وخاصه هلا مع كل شيء عم بيصير تنشوف المونديال شو حملنا بعد يلا ميرسي كثير انت مع مين ما قلت لي انا مع المانيا اوكي يلا لنشوف شو رح يصير الله يستر ما رح نخلص من لسانك نانسي صبحيتنا لهون بتوصل لنهايتها ولكن موعدنا بيتجدد بكره بتمام الساعه 9 كمان بمواضيع جديده وفقرات غنيه باي باي